توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الصورة عن الخريطة اللي أنت تكلمت عنها، الخريطة البحرية. أحجام حيران. كفو يا لبي. طيب قلمة الطرفة هذه سكرت عام 38. ها مالحة مالحة. المهم القلمة هذه ان شاء الله ترجع لعملها في البيت. تبي تسوي كذا ما تقدر. طبعا الحجري اكيد وايد اقوى في مثل هذه الظروف. وصلنا ام الحيش ما شاء الله، هذه اشهر بحيرة في الربع الخالي. ام الحيش نبدأ نتجه غرب. تحية للكويت. يلا يا شباب. يلا يا شباب. قوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية، حياكم الله في حلقتنا الخامسة من رحلة الربع الخالي. تاريخ الرحلة من 4 إلى 13 يناير 2024. من 22/6 إلى 1/7/1445. إجمالي المسافة اللي قطعناها في الرحلة 1450 كيلو داخل الربع الخالي. بداية رحلتنا دخلنا من محطة شبيطة ورحنا إلى الكدن وشيبة وقلمة الطرفة والقعد وبحيرات أم الحيش والعروق المعترضة وقلمة الضعيف وقلمة بيض اللحي وقلمة أم قرون وقلمة طويل خطام وخور نيفة وقلمة فارس وقلومة جلابة ومنطقة السنام ومكان النيزك وبير مخينزة وبير الشلفة، والنهاية كانت في أم مثلة. قطعنا هذه المسافة في 10 أيام. كنا 30 مشترك، 23 سيارة، 11 سيارة نيسان و10 سيارات تويوتا و1 أسوزو و1 فورد. والحين أترككم مع أجواء الحلقة. السلام عليكم، تبارك الله الخير. السلام عليكم. صباحكم الله بخير. والحين التعبئة الثانية للديزل. شوفوا الخزان الثاني الحين قاعد نعبيه. هلا خليك مركز، هذا ترى ونفس البنزين راح يوقف. ان شاء الله ان شاء الله نلحق عليه. طبعا على الله او اقصد على راس البطارية دايركت. هلا ان شاء الله. اليوم الصباح ناقص معانا شيء السالفه. موجودين. وين رحتوا؟ ان شاء الله. هذه سويتها اول ليله وندم. ليه؟ الآن مساء ما الحمد لله أصبح سهل بعد ما أجسدنا رمال الكدم وبعد رمال الشيبة أو عروض الشيبة وإلى الأماكن الصعبة والخطيرة أيضا والممتعة بنفس الوقت في رمال الربع الخالي. ممتعة بالنسبة لمغامرات الصعود والنزول، أيضا لون التربة يميل للإحمرار لأن الشمال ربع خالي رمت بيضة، فهنا سبحان الله أمتع وأجمل. الآن متجهين إن شاء الله إلى الطرفة قلمة مع سائح بإذن الله. المسافة طبعا 60 كيلو، وبعدها بإذن الله إلى أم الحيش. وفق الله الجميع. شقاقة يشوف طريق العشري. طبعا أول سيارة لازم تخليها على راحتها يشوف الطريق، بعدين يبلغ الباجي ان الامور طيبة او ان نغير المسار. حركة ابو محمد الهند. ولا انت. بسم الله.
شوف تعب، شوف تعب اللي تعبه عشان التصوير. يا هلا وغلا. طيب ان شاء الله. بس ان شاء الله بس بنطلع الكاميرا ونتوكل على الله. هلا محمد، هلا بالعفيف، روح. وين الدرون يا فهد الفهود؟ تفضل. كفو والله. بسم الله، توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. في مسيرتنا اجتياز الربع الخالي لعام 1445 لليوم الخامس، نسبة التأخير نصف ساعة، أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. والحين عبرنا السبخة الثانية ان شاء الله. كل ما لنا يا ابو هشام حكي لي الظاهره هذه اللي الى السبخه اليمين، انتقل الى اليمين هي اللي راح تودينا ان شاء الله الى الطرفات. هذا الشقاق العشري ما شاء الله، وهو اللي شاق لنا الطريق من بدايه ما دخلنا الربع الخالي، تبارك الرحمن. ومن بعد كل صبخة نلتقي في هذه العروق الكبيرة تبارك الرحمن بين هالنقيان اللي يسمونها في الربع الخالي القعد. الأرض تبارك الرحمن جدا جميلة ولكن صعبة في نفس الوقت، والصعوبة هي اللي تعطي الجمال في الرحلة. نمشي ما بين هالصباخ وبعدها نلتقي في هالنقيان، نعبرهم شخص شخص. طبعا العدد ما شاء الله جدا كبير مثل ما تلاحظون، واحد واحد في الدور. طبعا تعليمات كلها عن طريق اللاسلكي، في ناس في المقدمة، في ناس في المنتصف، في ناس في الأخير. ما شاء الله شوفوا تضاريس المكان اللي احنا فيه، وكذلك شوفوا جمال سيارات تبارك الرحمن وهي قاعد تعبر ما بين هالنفود تبارك الرحمن والأشكال الكبيرة جدا. شوفوا ما شاء الله المساحة الواسعة، وهذول الشباب ما شاء الله كل واحد قاعد يستمتع في الطريق وفي القيادة. المتعة هني طبعا لا توصف، يعني للأمانة يعني استمتعنا في القيادة في هذه التضاريس الجميلة والصعبة في نفس الوقت. ما شاء الله بالدور شوفوا التنظيم ما شاء الله، واحد واحد يعبر ما شاء الله. شوفوا المجموعة الأولى شلون وصلت الصبخة هناك قدام، والمجموعة الثانية إلى الآن في الخلف ما شاء الله مثل القطار تبارك الرحمن. مستمتعين جدا في هذه الرحلة ما شاء الله تبارك الرحمن. من وزن الرمل وصعوبة التضاريس شوفوا أحيانا الموتر ما يصعد. شوفوا ما شاء الله هذه المحاولة الثانية، والحين المحاولة الثالثة. شوفوا الجرة شلون، في ناس قاعد تصعد فوق، في ناس ما تقدر قاعد تنزل مثل الطريقة هذه. إذا نزلت تستمر على طول، واللي بعدك هم يعبر، يعني شوفوا اللي بعده يحاول يعبر ما قدر ينزل، اللي بعده صعد، ومستمرين على هذه الطريقة في القيادة. تقدر تعبر اعبر، ما تقدر خذ لك أرض زينة وبعدها كرر المحاولة إلى أن تصعد. وطبعا التبليغ في الجهاز، جهاز اللاسلكي جدا مهم، أساس اللي وراك ينتظرونك ويدرون أنك عالق في أحد الأماكن.
هذا ابو نوره ما شاء الله، وهذا ابو سعد يعيشون، وهذا فهد الفهود محدثكم ابو محمد. يا هلا يا هلا يا هلا ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. حمام يلي ما شاء الله حمام يلي بالبساتين يا العطرات والهم ما جاء سلاب طارات جبوا فيها أصياخ يا شباب على مين جبوا شانس. لا 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 يا سياح أسيام والله خطيرة الفيه مثل تقول سكن أو مزارع أو أشياء كانت تحت خليج العربي كان فيها حد ساكن وجزاكم الله خير. هي الصورة عن الخريطة اللي أنت تكلمت عنها، الخريطة البحرية اللي مغطية للجزيرة اللي يبي يشوفها موجودة عندي في الجوال. بالنسبة لسؤال عندي يا أبو سما، يبرين الدهنة شمالها ولا هي في الدهنة يبرين بالذات؟ اختلفت بهالكلام هذا، يعني هي تبع أو يعني يبرين من خبرك أنت، يعني يبرين اللي وين تخلم ما تدري في يسارك. أبو سما شوف هذا اللي كله أملاح يمينك يسارك، شوف أبو سما أبو وسام قصدي. نعم هذه توه جاف، تو الموية جفت منها ما هي قديمة. اللي موجود بدهنها فقط عند النقيان، لو بعد عند النقيان كيلوين خلاص تخفى وعره، وعره دائم عند النقيان. شوف هنا هل يقول ابو بندر قعدان، شوف الوعر عندنا كلنا هذا سبحان مبسط. ميزة الربع الخالي تضاريسه كثير مره، مو زي النقيان شو اسمه الدهنها، دهنها لا خفيفة، اما هنا كل شوي تضيع لك بشيء الوان مشكل، هذه حلاوة الربع الخالي. ايه عندك هذا الصباح سبحان الله تدري يدلك فيها بحر، انا بنفسي شفت فيها صدف بحر، حتى في الربع الخالي صوب نجران من صوب شروره شايف صدف بحري سبحان الله العظيم. انا اتوقع الله اعلم ام الحيش فيها سمك من انواع السمك اتوقع. بريان تحرك طفني يا بريان.
بنورة في نقطة انتم ما تروحونها كل مرة، قلت ان شاء الله هالمرة بنروح لها، شنو هالنقطة هذه؟ في الطرف الرحلة الماضية ما رحناها، بس يعني كسرنا من دونها من هنا تقريبا، قلنا ما يحتاج شان وقت واحنا لمنحيش على طول. اخر نقطة قالها ذاك اليوم مو هذه قصدك؟ واخر نقطة شنو كانت بعد ام الحيش؟ تقصد خور نيفا؟ ايوه خور نيفا هو فعلا اللي ما نتمكن من وصوله فبسبب التأخر، فمن طويل الخطام هي النقطة الأخيرة، بعدين نطلع شمال النقطة تسعة خور نيفا. عدل خور نيفا، وهالمرة هم قاصدينها وحسب التساهيل ولا لا؟ والله قاصدينها طبعا الرحله هذه، وان شاء الله نوصلها باذن الله. ان شاء الله. فنك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بندر بعد الطلع احجام امور طيبه خيال الامور طيبه الحمد لله. ما شاء الله ما ادري خليها بس يا الامور طيبه بس خلي عليك على القاعد. ما تبي البطاطا تصورها؟ وجبة اليود تصويرة الطريج سويتها ملح انت شوية نص قاف عليك. لا لا بعد 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 حكي بعد 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 استاهل استاهل يا ابو محمد استاهل طيب بسم الله استمتع بالنقود شعر يمك يضبطك بالاكل. شلون سويت هالطبخه؟ احتاجت صمونه فقلنا ما نبي نحط فيها بطاط فلقينا البطاط هذا سلام وما حطينا. طيب انت اللي قدامي يعني اوقف هنا انتظرك. خلصت ولا فيه؟ ما كم واحد كلام ما حسب نبي توس توس والله واضح هناك بطال ما يخرب توس. خذ راحتك وبندر خذ راحتك. نوره وصلوا وبيجي بعض الشباب. تبغى تمر في اثر على طال السياره طالعه امس مو بيجي امس ولا اليوم الصباح وفي اثر رجلين. انا اللي وقفت ترى. لا شوف شوف الحين على يسارك طالع على يسارك. الحين صح في السيارات السرعة قديم شويه الى فتره اليوم. ها
عرفت شو اقول لك؟ وانا اخذ خط اليمين. أموركم طيبة؟ ها؟ شوف هواي واصل 25 يا شباب، لازم ننسم أنا. شوف أبو أسامة واقف على اليسار، أبو أسامة قدامنا صار خير. هذا من؟ سمع ها؟ شو الطير؟ هذا الطير بدل سيارة؟ ترى الطير اختلف الآن، السواق مو بالطير. وأنا انصدمت لما شفت سيارة على يساري. لا تعرف طير كفو يا لبي لك الطيب تكفى شوف ما شاء الله 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 اقول الشباب متفاجئين ايه انتم وين اي في ناس شفوها وفي ناس ما يدرون الحدث جديد ترى. أنا كنت مفاجئ. شكل الروح تمت الليل. ارتب عبد الرحمن خايف من المخالفة. تخلص. إيه ده سووه ينتقل من سيارة لسيارة. لا من سوا مطبات واجد. أنا اختصرت جهد الحرق منك وحوفت. الله. وهذه الأصبخة اللي توصلنا إلى قلمة الطرفة. طبعا قاعد نمشي على اليادة اللي في النص، نادر ما نلقى مثل هاليادات، عادة نمشي على الأصبخة في النص. طبعا الأصبخة الأرض قاسية جدا تأذي الإطارات أو التواير أو العجلات، وشوفوا طبقة الأملاح يمين ويسار. الحين متجهين إلى قلمة الطرفة، وهذا المسير بالاتجاه، ما بقى شيء ونوصل. هذا الشباب قالوا نبي نروح مشي بعضهم، هذا احنا وصلنا الى قلمة الطرفة، وحاليا عند قلمة الطرفة. ما شاء الله الشباب، هذا ابو بندر وصل، ابو احمد هلا طيب سلام. ما شاء الله هذا احنا وصلنا قلمة الطرفة. هذه قلمة الطرفة، هذه سكرت عام 38. مساعد عندك كوب ولا كانت شغالة قبل فيها؟ نعم. ماي حنا طبعا ما فيها شيء، لكنها نقطة من نقاط الرحلة. المسار اللي يقطع كل سنة من 38 إلى الآن تقريبا المسار نفسه، بس 39 اللي غيرنا مسار فقط، لكن المسار هذه الآن
نقطة رئيسية في مسارنا في اجتياز الكدن والعروق المعتر والشيبة عروق معترضة. النقطة اللي بعدها أم الحيش إن شاء الله. إن شاء الله. ها؟ مالحة مالحة. مالحة مالحة مالحة. هذا كله أملاح من الأرض. هذه لحظة. إن شاء الله. لو تذوقها ملح. الله البرتقال. يا سلام. يا سلام. لا لا صغير غير 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 هذه ارمها. تسلم 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 تسلم. ارمها. تسلم. موجودة موجودة. هذه عين. شوف كيف اللي جنبها. لا سأل الله السلامة. شافتها. طبعا المساحات هذه هذا متر احنا نتكلم عن متر ترى الأعمار كبيرة جدا. هذا أثر البلدوزر. طبعا هو واضح انه جاي بيطلع هذيك التواير واضح انه جاي بيطلع له سيارة هذا السنة حقته. اوه انت القام من الحجم العملاق مو هو الكبير وبس عملاق. يا حلو نبدا العمل هنا علشان يجي الشتاء القادم مخيمات موجودة والقليم محفور خلاص. افتح الباب الخلفي افتح الباب الخلفي في الكرتون يا اخترت يا الله العظيم يا حسي عم بشاري تنموية في البلد تنفع الناس جاي تقول صلصة. اسلم 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 نرجع لموضوعنا. اسلم اسلم يدور بويا قبل شوية. اسلم بويا والحين يبغى صلصة. اسلم المهم القلمة هذه ان شاء الله ترجع لعملها بعد 4 شهور الطلعة الجاية تكون فيه كمون لا لا يا اخي هذا هو راح المخطر يا ابو ريان وتسوهم كل هاللي يجون فيه المخطر. نرجع لموضوعنا. الموضوع عاش ابو ريان عاش. تشحن وفي الطيارة الثانية ما عليك لا تشيل هم. اسلم ابو ريان. اللي بيشتغلون معايا واللي اتفقنا على المشروع هنا ابو غالية ابو نور رجاء مع الباب الخلفي الكرتون الصغير الباب الخلفي اللي خلفي الكرتون الصغير خذ منه ابو نور اللي تبغى. احنا دايما نرجع المخ تسحبون عليه. انا ادري عنه. نرجع الموضوع كيف انا اللي اعطيكم الكرتون تسحبون عليه. لا لا نرجع الموضوع. نعم توقيع العقد. طيب وين بيتوقع؟ وين بنوقع؟ على قبعته على قبعته. لا لا بنوقع هنا بس ان المشروع يقام هنا باشراف ابو تركي اللي ينفذون المشروع ابو ريان وابو عليا وابو فيصل وابو عايشه. لحظه خلهم يجون كلهم. ايه تعال يا ابو فيصل تعال المشروع يا ابن الحلال. اظن كمشروعكم يا رجال خلي عليك بالحالك. لا 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 في خير وبركه لان الزباين بيكونون كثير هنا. يا الله نغطي الزحمه. ابو محمد طبعا هو والشعلي يضمون لنا بحملات من الكويت يجيبونهم لنا هنا وبسم الله توكلنا على الله نوقع العقد. عبود انقذ ابو شيء هنا قش البرتقال شباب. وين 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 البرتقال يا الربع؟ لا 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 يلا هاجر قر قر روح تقدر انقذ انجز مرة واحدة هنا. اصبر 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 يلا اطلع برجلك على كتفه على كتفه. اصبر اصبر اجلس على راسي اجلس 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 على راسي. ايوه ايوه عاش عبد الله ما له وراي عبد الله. حول العلي حول العلي يا عبد الله خليك فوق كتفه وتمسك اقبل اقبل نزل حط رجلك نزل رجل قدامي قدام كتف اجلس على كتف. اجلس 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 ايوه ايوه خلاص فك 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 المصورة فك المصورة فك المصورة لا عاش عبد الله. لا في يقفز يا شباب انقز لابوك انقز لابوك لابوك كذا فوق نزل فوقك
لا خلي خلي بعلي روح فوق. احلى طريقه خلصنا من الطرفه بنمشي. ها عبد الله يلا يلا نبي نروح نبي نروح حق ام العيش. بتروح حق ام الحيش انت حلوي يسحني ثانيتين ثانيتين اللي انا واصلها. وين واصل ام الحيش؟ ايه ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. اوه ابو احمد اهلا بالحبيب. ها اليوم برتقال اليوم انت مع ابو احمد امس تفاح اليوم برتقال. لا للعطش لا للجوع. اشوف عاتيك خاش باميه بعد شوف. لا لا ما راح اكلها تكفى حق المره ان شاء الله. كيف والله ابو احمد كيفك الطيب ولا الشمال كلها كلها من جديد تحديد النقاط. ابشر يا بعدي نقطه ام الحيس الحين 20 ابو محمد الدريبي قاعد يعطيهم النقطة القادمة 245 اللي هي ام الحيش. بما ان احنا فهد خطة من 2020 54 كل اغلب الاحداثيات قاعد يطلع نفس الشباب ما شاء الله 43 وجهتنا معروفة ان شاء الله بدون لا دخل الاحداثيات 44 ان شاء الله. طبعا احنا متعلمين منهم غلطتهم القديمة من شغلهم ما دخلت بالحكايه. وصلنا الى صباخ ناصعه البياض. شوفوا ما شاء الله لون صباخه ابيض يعني وانت تمشي سبحان الله تشوف بياض غير طبيعي ما بين هالرمله الحمراء اللي دار مدارك. شوفوا القعد دار مدارنا ما شاء الله تشوفونهم مفرقين أكثر من قعد. المنطقة متروسة طبعا هذه منطقة القعد اسمها. شوفوا ما شاء الله دار مدارنا هالنقيان أو في مصطلح الربع الخالي أو أهل الربع الخالي يسمونه القعد. شوفوا ما شاء الله دار مدارنا والأرض بيضة ما شاء الله. طبعا البياض هذا كله عبارة عن أملاح ولمن تروح صوبهم وتحاول تجيسهم أو تمسكهم كأنه قار سبحان الله وايد قاسي وايد يابس. يعني لما تشوفها كذي شكلها وشون متبططة سبحان الله من الأمطار وبعدها الشمس وشون ينشف بس ما شاء الله سبحان الله شون الأرض يابسة وقاسية لأبعد الحدود ما شاء الله. كنا قار كنا أحد حاط قار هني ولكن سبحان الله هذا عبارة عن ملح وصبخة. عجيب أبو محمد ها ما شاء الله سبحان الله. شوف شكله هذه اصبخة سبحان الله فهد. شوف شلون تقول مشكله كنا في عندك في البيت في حوش البيت. شوف الترتيب شلون وهي تحت الطين اصبخة وهذا ملح. شوف شوف الشكل سبحان الله الطياره يا الله ما شاء الله. شوف هذه اللي كسر السياره كسرت السياره كتشوف المنطقه اي والله صد شنها بلاط شيء شيء شن احد صابها سبحان الله. ها والله شوف انت 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 في البيت تبي تسوي كذا ما تقدر والله تقطع الحجر سبحان الله سبحان الله يا المنظر كله ملح. اوريكم الجره مالت السيارات الكبيره اللي تسوي مسح في الربع الخالي. شوفوا الجره ايش كبرها شوفوا كم خطوه راح امشي فيها. هذا التاير الواحد تاير هذا التاير الثاني واحد اثنين وكسور. شوف الحجم ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا حجم التاير شكله. شوفوا هذا تاير كبير وهذا تاير اصغر نفس الفكرة هذا تاير كبير وتاير اصغر ما شاء الله. طبعا السيارة تاخذ حجم صغير من هذا ان شاء الله تبارك الرحمن. هذه السيارات اللي من الربع الخالي ويسوون مسح هنا في المنطقه حاليا باتجاهنا الى ام الحيش. تحرك نبدي نقص العروق او النفود ونرد على الاصباخ ونقص النفود ونرد على الاصباخ. هذا راح يكون دربنا كله
تقريبا كان بالسبعينات كيلو او 80 كيلو، الحين المتبقي 63 كيلو. توكل على الله، ما لم اقول لك وقف. ويمل شفت شلون حلف بيع الموتور قبل شوي؟ يسار انا عشان كذا نبهت ابو علي، بس ما ادري امسك اي بشر. نزله ورايا شباب، نزله. بس دير بالك بريان، انا كل الوقت اللي قاعد امشي ذا بدون بدبه. انا ما لك ابو سعد في حفره، شوف على مين اللي وراه، ما تتذكر على انت الراس. انا اقول عندي شوي تعبان. استخدام البر يخلط، احنا دائما نقول يخلط المعوار، فيقل الاداء بسرعه، يعني ما يمديك تدخل البر مع الاهتزازات، يقل الاداء. واما المعونات اللي احنا نركبها اللي هم المساعدات اللي على مواترنا اغلبنا، هذول يسمونهم مونوتيوب، يصير من داخل بس اطار واحد ومثل البستن داخل دار مداره ربل، ويصيرون شيء اسمه شمات، يصيرون فتحات صغار دوائر، هم اللي مررون الزيت. حلو؟ حلو. وتحت في قطعة من فصلة هي اللي يكون فيها الغاز، نسبة الغاز. يمكن في ناس يقول لك أنا رهم المعاون حق الموتر هالترهيمة 100% يزيد نسبة الغاز، وهو زاد من خشونة المعاون، بس فعليا لا يقارن مع المعاون الكبير اللي هو المساعد الكبير مثل اللي على موتري. يعني هم لهم أرقام 2.0 2.5 ويصعد إلى أرقام أكبر مثل سيارات الرابتر، هذا يصيرون بس بالرابتر وبعض السيارات. حلوين؟ يصيرون 3-3.5 هذول ملوت الرابتر، إحنا يصيرون عادة أكبر حجم على مواترنا 2.5. شنو اللي يميزني؟ إذا شفت على موتري بطل إضافي، يعني كأنه مساعدين اثنين بس أنا مساعد واحد. شنو الفرق بين المساعد العادي وهذا؟ هذا كأني حاط أكثر من مساعد في مكان واحد، في مساعد واحد يصير نسبة الغاز أكثر ونسبة الزيت أكثر داخل المساعد. فأنت لو تلاحظ، ما أدري إذا شفت على موتري ولا لا، في مثل هوز طالع وكنا مساعد إضافي راكب على جنب، هذا أن نسبة زيته أكثر فيعطيني استمرارية في المشي أكثر. يعني إذا أنت حاط مثلا 2.0 على موترك ونمشي أنا وياك بالبر، انت موتورك بالسليم وانا موتوري بالسليم، بعد مده على سبيل المثال لما تقطع 70 80 كيلو يبدا موتورك يحتر الزيت، لان انت قاعد تمشي قاعد تستهلك، كلنا راح يحتر بس انت راح يحتر قبلي، فيقل اداء الموتر، راح تحس ان الموتر يهبد وهو ما في شيء بس لان احتر. انا بالفتره هذه يكون اموره للحين بالسليم 100%، ما راح يحتر الا بعد فتره وايد طويله واستخدام قاسي، فيعطيني أريحية واستمرارية أكثر لما أدخل البر. تقدر تقول تبريد، بس هو يعني نسبة وتناسب، القطر مال المساعد أكبر ونسبة الزيت داخل المساعد أكبر، يعني النسبة يكون الزيت أكثر، وهذولي أقدر أسوي لهم صيانة في أي وقت. عادة إحنا ما نسوي صيانة إلا إذا بدأ تهريب، وطبعا مايك التهريب الا اذا كان استخدامك وايد قاسي على الموتر، يعني مثلا تقطع دروب وتمشي على سرعه، يعني من يسكر المعاون 100% احنا نقول يطبق، من يسكر هني ممكن تبدل الخطوره على المساعد. شرح يا ابو محمد المعلومات، باك الله خير، مشكور، الله يسلمك. عندهم ردينا دخلنا في النفوذ.
يقطعهم اذا مصباح كامل. ما شاء الله. اسلم. قول ميس غانم. ميس غانم. ميس غانم مطعم هذا عندنا. انا قاصدها. حجون على لك حجون علينا عيال. هلا بالحبيب. هلا بالغالي. هلا بالطيب. عيال من اللي مسوي الشاي؟ ما شاء الله ما شاء الله يا المناظر يمين ويسار تبارك الرحمن. هل يبغى شاي شباب؟ والله عزيز محمد ما ركبت معاونات فعشان كذا اديت. ما شاء الله يا الاجواء خيال. واضح. بسم الله. توقفنا مال ريوق كل يوم. ترى نص استوى، اللي يحب نص استوى. كفو والله. بنخلي شيء نص استوى وشيء استوى كامل. نص استوى ايوه توصلنا فيه. لا اي نعم انا اقول في ناس طلابه ما شاء الله. هذا مكاننا مكان استراحتنا الطريق الى ام الحيش. نشوف الشغل اي ما شاء الله تبارك الرحمن. هني حط المظله. يعطيكم العافية يا شباب. الله يعافيك. ما شاء الله. جزاك خير ابو محمد. وياك ان شاء الله. احاديث جانبية. هلا هلا. احاديث جانبية شوف. لا نقاش بعشا اليوم ان شاء الله. نقاش بال نقاش بعشا اليوم. نعم. ما شاء الله. ما اخذت ما شفت الشغل. شفته بلى. كابسه كيف يوم نثره في الصحن. لا انا لحقته اول ما بطل جدر. قاعد كل الرز متزاعد مع بعضه. اوه. ما شاء الله. ما شاء الله. فقاعد اخذ منه مقتطفات كذا شوي. لا لا انا اتعلم من ورا يا اخي. شنو هني عندنا؟ هذا الشاهي خدر. لا وش هو؟ شاهي النادر. وجبل. يا سلام عليك. هلا بنايف. هلا والله يا خويي. يلا والله الله يحفظك. نيت تقعد بين بنايف ابو سعود. اهلا وسهلا اخوي الكبير. هذا لازم احافظ عليه والله. استمتع يا اخوي استمتع. قال لا يتحدث طلبك مجرد دخولك على الحساب موقع الطيران المدني وحسابك وطلوعك. اي اخوي. هلا والله. اشوف هذا الكاتب ايش مجبوس ولا ايش؟ هذه كبسه. كبسه كبسه ست ال لها وقت. شوف شوف ها ايات صحن صغير ولا كبير؟ كابسين بيض جزاهم الله خير. كبسه شنو؟ اوه بس 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 تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. علي عليك والله ريان. كفو ما بدنا نسويها والله ابو هذا ما شاء الله. كبسه مالت البيض بعد بعد قولوا كفو وايد عشان يزيد. كفو 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 والله راح بسرعة رمضان. فكك الراس شو المربعات هذه تكبس كذا تضغط وزنها يمكن 30 طن. هذه قطرة هذا اللي تبيها. فوي باقي الفوز بس. يلا عبد الله مشها. لا لا حط حط ترى ما في خبز. جيب جيب هذا عندك. ها كفايه كفايه طرفان. لا بنصحون خذوها منا الصحون. ليش ليش تعطيهم الصحون يا سلام عليك. يا سلام عليك. شغله ملك هذا شغله ابو نور. انا فقط ما شاء الله ما شاء الله. الشاي بس قرب قرب ابو فول وعدس كتوكه وبيض مسلوق. نزوده شوي. ما في صحن ثاني. ما يبغون ما يبغون جبن. نبي كرم نبي كرم. اكثر اكثر. بليز بليز. كفو كفو كفو. اصبعي اصبعي مقطوع. كفو. الله خير. يا سلام. معكم واسطه انتم. بالعافية يا شباب بالعافية. حبيبي يا الله ما شاء الله. نبي لمساتك في الفطور وينها؟ ان شاء الله. اكيد. ابشر اف عليك. سلم سلم.
مسكين الامام قدموا طيب تفضل للنهار طيب ابو ناصر خلاص يعني الامام لما يروح تفضل اللي قدام الشمس والإمام. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وهذول اللي نيم جاي يشتغلون من ترامكم شوفهم ما شاء الله شوفهم من الترامك هذول اللي يشتغلون ما شاء الله شوف احجام هذول يقولون عنهم ينقبون عن النفط طبعا في مجموعه ثلاث مجموعات لقيت ما بعرف في ثنتين وهناك وراهم ثلاث وبعدهم هم اكثر من واحده طاشون يشوفون ما شاء الله طاير شكله وايد تحول الطريق الى صخري تبارك الرحمن من يوم كنا بهندفود الحين شوفوا دار مدارنا النقيان الكبار والارض تحت صخريه طبعا هني لازم ما تسرع تمشي شوي شوي لان الصخر ممكن يشق التواير خاصه ان التواير نازل لهواها يعني التواير ضغطها وايد نازل يمكن 20 نازل يعني ننزل ضغط التواير فيفضل انك ما تدوس في مثل هذه الاماكن تمشي شوي شوي عشان تحافظ على توايرك ويمكن احنا دائما نذكر ان نحط التواير الحجريه يمكن الشباب هني مختلفين في ناس في جزء حاطين حجري وجزء حاطين البوارين طبعا الحجري اكيد وايد اقوى في مثل هذه الظروف والسبب اللي احنا نختار حجري يمكن بعض الناس يقولون ليش ما تحطون تاير بالون افضل بالرملة الناعمة لان احنا نمر على كل التضاريس يعني عادة في اغلب الرحلات مرات نمر على تضاريس صخرية ومرات نروح على اماكن الرملة فافضل تاير بالنسبة لنا هو التاير الحجري اللي يتوافق مع جميع الظروف اللي نمر عليها هذا احنا نشك بين هالقعدان طبعا هذه منطقة القعد ليش سموها القعد على حسب كلام الشباب انها القعد اللي هو مثل النقا شوفوهم دار مدارنا يصيرون كأنهم متفرقين كل واحد بروحه شوفوهم ما شاء الله وبينهم الارض الصخرية هذه شوفوا الارض تحتنا كلها صخر ودار مدارنا هالنقيان او حسب تسمية الربع الخالي القعد يسمون النقا القعد شوفهم ما شاء الله فتمشي دار مدارك يصيرون متفرقين وتقدر تسهل عليك الدرب تمشي بينهم يعني تمشي في الاراضي هذه المفتوحة وكل ما احتجت حسب النقطة اللي انت بتروح لها تقص لك واحد منهم يعني تقص لك مسافة صغيرة وترد تطلع في هذه الاراضي المفتوحة نورة شنو سبب تسمية ام قرون الشمس سيدي وبندر تسميتها سبب تسميتها طول عمر لأنها أول ما افتحوها طلع لها زي لا 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 زي النافورتين كذا تدفع الماء فوق من جهتين زي القرون سموها أم قرون لازم يحبوها بالقرون هذا سبب تسمية أم قرون طويل خطابة الله لا أعلم عنها صراحة طويل خطابة لا أعلم طيب بالنسبة لبلوتن الشد عنهم من الشد ذا طبعا تسمى دعبلوت ودعبلوت بدون النون ما لقوا له اي مصدر سبب تسمية حتى هلا ذكرنا هالشيء كاسة دعبلوت يا ابو عبد الله على ما اعرفنا قديم جدا انا النص الامير ما يعرف كلهم قالوا احنا جينا وكذا هي اسمها وهذه اليادة اللي تفصلنا مع بحيرات أم الحيش وأخيرا وصلنا إلى أم الحيش شوفوا لمعة البحيرات قدام ما شاء الله
ما بين هالقعد. ولله الحمد وصلنا على الغروب تبارك الرحمن. بحيرات أم الحيش في الربع الخالي، وهي مياه كبريتية في وسط الكثبان الرملية، وتكون في شمال السحمة في رمال القعد جنوب غرب مركز عردة. وتتكون البحيرات هذه من نبع الماء الجوفي المالح من الأرض، وهو اللي يكون هالبحيرات الجميلة اللي قاعد تشوفونها، والكل يقصد انه يروح لها في الربع الخالي لانها من اهم المعالم اللي اي شخص يروح الربع الخالي وده يزورها وده يستمتع في هذا المكان الجميل. طبعا تنمو دار مدارها شجيرات الحلفاء ونبات القصباء، واهمها طبعا الحيش، وتعرف عند سكانها كذلك النقعاء. والحين هذا احنا وصلنا الى بحيرات ام الحيش، والكل وده يصفط قبل، يعني يبي ينزل بسرعة، يبي يشوف ويستمتع في هذه الأجواء الجميلة، وكذلك يبي يمتع ناظريه في هذه المناظر. تبارك الرحمن، شكل الكثبان والقعد دار مدارنا، وهالبحيرات اللي على مستوانا ما شاء الله، النباتات دار مدار البحيرات، والبحيرات ما شاء الله كبيرة وأكثر من بحيرة دار مدارنا، يعني كل ما تمشي شوي تشوف لك بحيرة، وإذا طبعا صعدت الطيارة فوق راح تكتشف أن المنطقة دار مدارك كلها بحيرات، شيء تقدر توصل له بالسيارة وشيء طبعا صعب الوصول له وفي مجازفة، ولكن احنا نختار المكان اللي يكون آمن نصفط فيه ونوقف ونستمتع في مشاهدة هذا المنظر الخلاب تبارك الرحمن. طبعا خدمنا هني الغروب، غروب الشمس، يعني المنطقة أول ما دشيناها كانت الألوان يعني كذي، بس ودك تطالع ودك تطوب، ما تدري شنو تسوي، تبي تسبح ولا تطالع ولا تستمتع سبحان الله في هذه الأشكال الجميلة اللي دار مدارنا تبارك الرحمن. وطبعا قالوا لنا أن خلوا المكان باكر نسبح فيه، أن بس الحين مجرد مشاهدة، ولكن ما حد قدر يصبر، ما تقدر تصبر لما تشوف هذه المناظر، ودك تسبح بأسرع وقت ممكن، أسبح اليوم أسبح باكر ما عندي أي مشكلة، ولكن شوفوا البحيرات ما شاء الله، شوفوا هذه بحيرة وراها واحدة وراها واحدة ويسارها واحدة ويسارها كذلك واحدة كبيرة، في كل مكان بحيرة. وطبعا من تقرب في السيارة يم البحيرات الأرض شوي خطرة، لأن في بعض الأماكن تصير الأرض طينية وصبخة وعلى طول ممكن يقعد فيها الموتر، فتحاول انك تقعد في الاماكن اللي تشوفها يعني امنة انك تقدر توصلها في السيارة، لا تجازف وتروح والله ابي اوصل هالمكان، لا، لان الطينة ممكن تسحبك الى الماي، ويمكن وايد شفنا ناس قرزوا في مثل هذه الاماكن ومواترهم وقعدت او تلقى الموتر يطب طبة شيء انت يعني مو متوقعها، لان تشوف النفود شكله تحسه سهل، ولكن البحيرة نازلة فجأة البحيرة هذه، وطبعا الماي دافي تبارك الرحمن، كل ما تقرب يم نبع الماي اللي يطلع من الأرض اللي هو المياه الجوفية المالحة والكبريتية تشوف الماي دافي وحار، وكل ما تبعد عن الماي هذا أو النبع اللي من الأرض راح يصير وياك الماي بارد بسبب الجو البارد اللي دار مدارها، خصوصا ان احنا وصلنا المغرب فالشمس صارت حرارتها اقل وبدأ الجو يبرد معانا تبارك الرحمن. شوفوا سبحان الله، سبحان الخالق ما شاء الله، يعني المنظر تتعب وانت تقول جميل جميل جميل، كتب الله سبحانه وتعالى اني اصل لها واطلع الى هذا المكان اللي دائما يطلعون يصورون منه. سبحان الخالق فيما خلق. هذيك اكبر بحيره يا ابو وسام اللي هناك السبذيك، هذيك اكبر بحيره، هذه اكبر بحيره سبحان الله. هذا الشباب خويانا هنية ما شاء الله لا قوه الا بالله. وصلنا ام الحيش ما شاء الله، هذه اشهر بحيره في الربع الخالي، شوفوا جمال المنظر تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله. يا ام الحيش، هلا ابو احمد،
عليك. ام العيش تكفى، ام العيش تكفى. شوف طعوس، نعم، وبحر، مو بحر، باي باي، ونخل وزهر. يا سلام يا سلام. استمعوا جالك، استمعوا جالك. بسعود، يا هلا مرحبا. شو تقول يا ام الحيش؟ ايش اقول؟ اقول ام الحيش يطلع عمري باله واحد يفسخ يطب الحين اخوي. يلا الحين انت وضعك كذا. ليش؟ حرك بالجذر. على السلامة. هلا فلوس. على السلامة. هلا بالحبيب. كيف المكان؟ والله خيال، يفتح النفس. انا اشهد. يعني نطالب نقعد يوم ولا يومين؟ والله انا ما عندي اي مشكلة. والله يعني الى بكرة المغرب نعمة. لا بعد بكرة نمشي. كفو، اجل ان كان نسوي واسطة. ولا يا هلا على السلامة. حيا الله، الله يسلمك. شلون الاجواء؟ تك الاجواء فوق ما تتصور. خيال ها؟ خيال مع المكان الجميل والبحيرة الجميلة. ما شاء الله. اصحابنا الحلوين. يا هلا يا هلا. شوف شوف طبوا الربع، طبوا شوف. ما شاء الله. ما شاء الله. الحمد لله على السلامة يا شباب. يسلمك. الحمد لله على السلامة. ها؟ ايش فيك تنحاش؟ تسحب. سولفنا عن ام الحيش. والله ما شاء الله زينة وحلوة وفيها موية. خيالية، مو زينة وحلوة، نار، خيال. كثير. فيها ناس هنا يجون. فيها جراكل فاضية. نبي ام الحيش، ما نبي الجراكل يا ابو نوره. ام الحيش هي شو نقول؟ هي اعلى اكثر يعني علم او معلم معروف في الرحلة. معروف ام الحيش. حلو. زين، هو مفصل في الرحلة. احنا نجي كذا من ام الحيش خلاص نتجه غرب. يبدا اتجاهنا غرب. ننزل ام الحيش جنوب شرق حتى نوصل ام الحيش. طبعا الطرفه وكذا والنقاط المهميه واربع خمس ايام. خمس ايام الحين ما شاء الله. زين، اذا وصلنا هنا ام الحيش نبدا نتجه غرب. ما شاء الله. غرب عاد نقاط وهميه ومسافات معروف الطريق يعني. ندخل عاد القعد. بعدها ندخل ان شاء الله طول حباكه. بعدها كرسوع. وبعد كرسوع ان شاء الله السنام. ثم ناخذ مع خبه الكرسوع الى خور نيفه ان شاء الله. مسافه، باقي مسافه اطول. اتكلم يا ابو نوره. اطول من هذه. اسمح لي يا ابو نوره. طبعا ام الحيش اختلفوا وش سبب الم هذا. منهم قال قلمه مثل غيره وانكسرت. حفروا بير. ايه؟ سكروا ماسوره وانكسرت. حلو. وحنفيه. منهم قال مضرب نجم فيه عند البدو هنا، يقولنا لا انه ضربه نجم ولا يدرى عاد وش الحقيقه. والى الان اي نعم. والماي موجود ما شاء الله متوفر طول السنه. قل اقل قل عن اول. اي من اول اكثر ما شاء الله. انا اقل. يعني لازم نلحق ونسبح فيه الحين. خاف ينقطع ولا شيء بعدين. صحيح. لازم نطب. ما تبي تطبون؟ اه عبد العزيز سعد اللي بنطب ان شاء الله. يلا بكر الصباح يا ابو. لان الان مبيت. ايه؟ خلاص ما عاد في النوم. نعم يا هلا. وصباح يعني برد. يا مرحبا يا هلا سهلا. يلا حيهم. صبح سهلا يا هلا. ما شاء الله هذول. تفضل تفضل. يا هلا يا هلا يا هلا. ما شاء الله. يا هلا سهلا. اي سيارات اماراتيين هذول ما شاء الله. ايه ما شاء الله. سلام. توقعت انهم مستريح. عندنا ابو عبد الرحمن وابو ريان. هلا والله. يا هلا والله وغلا. ام الحيش اخيرا. ها الله 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 الحمد لله على السلامه. شوف شكل البحيره من فوق تبارك الرحمن. شوف التفاصيل، شوف النفود والنقيان تبارك الرحمن. موقعنا احنا وين؟ ما شاء الله. هنا موقعنا. مظبوط. نجيس النبض نشوف الماي. يقولون هناك النبع موجود والماي يكون أدفى. نيل الماي شوي بارد. نروح نشوفهم هناك إن شاء الله. الله العموم طب الحين أغلب الشباب طبوا. ها أبو نايف نعيما. أنا عارف أنت لف الكاميرا هني.
ما شاء الله ما شاء الله. يلا يا شباب يلا ترحيب 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 لا ايشون ما شاء الله ام الحش ام الحش ما شاء الله اي تحية للكويت تحية للسعودية وهلها لا عاد ما دام تشم ريحه كبريت امورك طيبه خلاص هو اخف حاله شباب شباب في طريق جميل من هنا من هنا طيب ترى داير تصوير غني يا رائد الكويت راح فيه ذا ها شباب فهد فهد لا لا تشيل يا شباب سميتش لا 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 قرب عندي يا مسلم قرب عندي يا مسلم الحار الحار بس العين هذا قرب قرب ثلاث بنورة الله وقف هنا ها نطلع ها يلا يا شباب يلا يا شباب قوي بكرة جمعتين جمعتين يلا بنورس والله حار هنا يا نعم يا الأرض اسمع في ذاك اللي غطاس حق الباني واللي يسحبه يروح الماء كله خلنا نطلع اقول بنوره ما لك لا تسوي العشاء هنا بس بنوره ركبوا ركبوا في الباص الكهربائي بنوره يصير النام هني انا اشي علي بالماي 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 سب ايوه 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 والناس انا مشي عشان الكشاف ساعه ثلاثه اوكي يا عمرنا حاش الامير حاش الامير وبعد ما استمتعنا في اجواء السباحه في بحيرات ام الحيش غابت الشمس ظلمت الدنيا خلاص كل واحد طلع وبعدها اتجهنا إلى مكان التخييم الحين نترككم مع أجواء التخييم في بحيرات أم الحيش شو عبد الرحمن ما شاء الله تبارك الله مو تري يا طبعا
والحمد لله على السلامة. وصلنا مكان التخييم ما شاء الله. هذه قعدتنا شفتها. الحمد لله على السلامة يا شباب. الله يسلمك. مرحبا والله. يا هلا يا هلا. كيف الحال؟ يا هلا. هلا ابو حسين. هلا بالغالي. هلا بفهد بن حسين وحيا الله مشعل. الله يحييك. ابو احمد. ويا هلا ابو نوره. كيف الحال؟ الله يطول عمرك. قائد هالرحلة الطيبة. تعبناكم والله مسافات و... لا ما شفنا شيء والله. وعر. ما شفنا شيء للحين. عادي ذا. احنا مستمتعين. متعودين انت. احنا مستمتعين. ان شاء الله عليكم. مستمتعين. تقصون كذا راب. الحمد لله. مرتين. لا لا مو كذا. كبرته والله. حسب الكلوات اللي قلته اكثر. بس ما شاء الله يعني كل الاماكن اللي قاعد نروح لها جميله لابعد المراحل. وسبحان الله كل مكان قاعد ندشه فيه الربع الخالي يتميز بشيء معين. يعني الكدن تمتاز بالوعوره وان الكثبان كلها قريبه من بعض. تكوينات الربع الخالي مكون من عده اشياء. عده اوصاف. فمرينا احنا الان الكدن والشيبه والقعد. الكدن قلب حب. زين؟ بالقلب الكدن. يحب الكدن. لانه يستمتع هو سواق. الكدن ما يحبه الا السواق. اذا شفت الواحد يحب الكدن اعرف انه سواق. انا اشهد. الكدن والعروق الشيبه والقعد هذا اللي احنا فيه. الله. ان شاء الله بندخل في صباح طويله غنيم وبعدها ندخل في شو اسمها الحباكه بعدها منطقه ام قرون هذا ام قرون بعدين ندخل في الكرسوع يسمونها الكراسيع عروق قصيره بيستمتع فيها ابو فيها قص و شايف يا سلام يا سلام ان شاء الله بعدين ندخل بالسلام منطقه السلام ما شاء الله نكمل عاد الرحله طويله لسه باقي خير احنا ما نبيها تخلص مستمتعين مساء بالجهاز قاعد يشكرون بعض ضايق خلقي حسيت ان كنا اليوم اخر يوم في الرحله بس اشوى احنا الحين في نص الرحله تحديدا صح؟ تقريبا او طفنا الثلث الثلث الاول ايه لكن ثلث صدقي دسم والثلث كثير دسم إيه؟ دسم ها دسم ما شاء الله مثل طبخة ابو احمد الدسم امس الله يعطيك الصحة والعافية ما شاء الله يا الاجواء الطيبة تبارك الرحمن اجواء جميلة جدا ما شاء الله طبعا بعد السباحة في مول الحيش استمتع تخطيط الامير الامير ونائب الامير هذا نشرح مسار برنامج ومسار الغد للسبعة تفضل يا ابو غرب غرب جنوب جنوب غرب جنوب ننزل جنوب لين باتجاه خلت العجمه بعدين خرنيف خلاص نحط عين اي بس خلاص الهدف الان خرنيف خلاص بعد ام قرون صلي و تسهرون زي امس لا لا القهوه هناك بطف بكبها انا بدفنها بالرمل لا 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 بنور ليه؟ لأنهم يسافروا لا يجون الناس تو يفرغ الساعة 10 تو يجي ايه يقعد يسولف يعني منهم مثلا ابدا بكبها بالكريك لا لا بنور ايش السالفة؟ كريك رجال ايش السالفة؟ مو براعي ليل هم راعي ليل الله يسلمك ويخليك والنهار ما لهم نهار ترى هم يحبون الليل الليل زين شو يقول؟ أنا والليل والقمرة والقمرة شو يقول الله يذكر مصطفى أحمد بس أنا صراحة ما نعرف هذا سوالفك بنور مصطفى أحمد عندك سوالفك أنت سرى الليل يقول إيه سرى الليل خير سرى الليل سرى الليل سرى الليل يعني نمشي شو يقول زي كذا بجيب هالك مقطع ثاني إن شاء الله بريد ما ادري وين دعيت هذه مويه شرب ولا مويه ثانيه لقيتها؟ الا مويه شرب بس كلنا عندي شرب وغض ما عندي يعني عندي حلو كله كله حلو مثلك يا ابو محمد حسنا الله يسلمك يا اخي في شوي يعني من حضاره اخر لما صح حضاره ها؟ جاي تشم ريحه الحمسه ما تشعلي بسيط الخلطه ما شاء الله هلا بالحبيب الله كله خشاشي ما صادم شيء لا تحس شوف شوف طبيعي قلب البصل عاش قص عليه ما شاء الله شوفوا خلطه عاش عاش عاش
هني شغل ابو سعد وانس ان شاء الله. هالقهوة هذه الطيبة اللي كل يوم نشربها ما شاء الله. شوف شغل، يا سلام تبارك الرحمن. هلا انس. هلا هلا. تقول لي قبل شهر كنت في الربع الخالي، ها؟ شنو الفرق بين الروحة اللي فاتت وهالروحة؟ كان رحنا قبل شهر 20 يوم، كان جو حار شوي. ايه حر حر في الليل، اذا جاء هواء يصير براد، بس هذا يقولون احسن وقت في السنة براد، وفي الليل جو حلو، في الظهر مع المشي خفيف. اي ما شاء الله. وانت ايش رايك شنو الافضل؟ مو يقولون، ابي انت شو اللي شفته من قبل شهر والحين؟ احسن مكان يعني؟ لا الجو اول شيء. اول شيء الجو قبل شهر حر في الليل، في الظهر. ايه في الليل براد. ايه اي في الظهر حتى الممشى في النفوت صعب، النفوت تصير ربضات كلها حاره. اي اي واحسن شيء جيناه هم الحيش وبيض اللحي. والحين احسن مكان بنمر مو من الحيش وبيض اللحي. والكدن. اي الكدن هذا اخر مره ترى جيت الكدن اخر. ايه ما شاء الله اخر مره جينا مع ردميه ترى. ايه بس وعودنا من ام الحيش البيضة اللحي كلها نفود. بس الكدن انا بالنسبه لي تربح. لا لا الكدن اول مره تجيب والله ممتع ممتع ممتع. ها الله يعطيك الصحه والعافيه. الله يسلمك وياك. انا عبد الله. كيف حالك يا عبد الله؟ طيب الحمد لله. هل سبحت في ام الحيش؟ نعم. كيف كان الماء؟ زين دافئ. ها هل شفت الرمله التي تعملها كذا؟ نعم. نعم ها؟ استمتعت بها؟ نعم. هل سوف تعيد هذه التجربة أم لا؟ نعم. متى؟ عديد من المرات. عديد متى؟ بكرة. كفو والله. قول لي قول لي عشان أخاويك. لا بس خلاص طلعنا. بس بكرة خلاص طلعنا الحين ننطر العشاء. نصلي ونتعشى إن شاء الله. الله يا شكل المخيم من فوق. وهالإنارات وضوء النار ما شاء الله أجواء جدا جميلة ولطيفة. طبعا هني وقت الراحة وهم منتظرين وقت العشاء أساس نتعشى ونرتاح وننام، ولكن ما بعد هالهدوء إلا الإزعاج. حياكم مع فقرة بنورة. شوف التراب شوف شتنظف بنورة. هلا شتنظف. هذا منفاخ هواء مع الغبار ويتعب المو السيارة تعب رمل. ها تعب رمل وتراب والفلاتر أيضا السيارات تعب فلاترها رمل وتراب وغبار نصباخ. ايه؟ زي الفلتر هذا. ايه؟ هذا فلتر وين ننفخ من ورا؟ لا لا من هنا، هذا اللي يروح الماكينة فوق. خلاص هذا يروح الماكينة؟ ايه يعني ننفخ من هنا. ما شاء الله عليك. ما شاء الله هذا تواضع الامير جزاه الله خير. يطبخ هنا ويضبط هنا الشاي ما شاء الله عليك. جزاك الله خير يا امير. كل ما تنبه تبين تراب. المشكلة على فراشنا يعني. لا لا ما وخر وخر فراشنا. يقول وخر فراش الأمير. لا حرك الخالي من الزيارة. الصهاي. أوف وش تنت؟ حاط شيء يعني. شو مسوي ها؟ شوف البلاك يا جماعة. لا تمشي ورا السيارة تغبر. شوف البلاك شوي يا أولاد. شوي شباب أولاد مدرسة. عيدها عيدها. خلاص
شنو هذا؟ حق الفورد؟ تصفيق هذا اللي عندك الماكينه؟ والله شايف. اي هذا كذا شوي ابو ارقام في ارقام فاضي هذا مال الرين رين رين من هذا؟ أنا أقسم بالله حاضرين يلا خلينا نروح نركبه يلا هذا بالساده متوسط لا مو ركبه شوف عبد الله هني صور عبد الله صاب دور بعد ايوه عاد استوى ترى شنو عاد استوى خلينا نروح نركب في الترم ركب الفلتر فلتر شوت يلا ركب فلتر شوت قبل لا عشان تعطيني اضاءه تعال احترق العدس تعال والله الرمل شوف وين داش رمل احمر اخضر اصفر اوف 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 لحظه يا ولد والله داش لي داخل عادي والله حاليا المفروض ان تستر على ما واجهت وتسكر امورك لان لازم تجيب ماي وتمسح فوطه عدل وشي يعني هوا ما يصير متاكد اي هوا لا خلاص سكر التصوير ركز وايد شوف الفعاليات هني عندنا بنشر يا ماجد العثمان يا ابو عبد الرحمن هذه ابو تميم شو المشكله والله بس شق عندي شغايه توائر في شلون ها لا مشق والله في شق مشق يعني اشوف انا نرفعه بس هذه شنو هذه بالون هذا هاي وش كفو كفو ابو سام ترى عندي زي هذا تبي ما شاء الله شوف هذه حتى الان ما يا ابو محمد الان حتى هذه رقع له مع ذلك ينضغط ولا تطلع الرقع اول ما اشتريت اجل السنه أقل من سنة أشهر وصار في هذا رفعت سيارة وكان المسمار حق الدعسة أيوة أقرب يعني كانت حادة نعم وخرمت أنا سويت الخط لصقت عليه وكذا استخدمته بعد الحادثة بعد الأشهر ذيك الآن له سنتين ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله بارك الله فيه الله يبارك لك طبعا لها طريقتين أبو محمد لا طريقتين في التعبية يا عن طريق الشكمان هو السيارة نفس الشكمان اللي هو الكزوز شكمان ولا عن طريق الماطور الهواء السلام يعني له تعبيتين لكن ماطور الهواء افضل سق هني بالسايد وول بديته ايه
مشكلة لما يصير الشد جانبي صعب انك ترجع. ما شاء الله تبارك الرحمن. وشهر 9 ما شاء الله. في ما شاء الله. خلاص ما شاء الله. أقول لك أخوي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. خلاص أنا هذا أقصى حد. خلاص. هذا عطر المفتاح. لا انطر انطر انطر. لا 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 تعور راسك. أنت نسوي له رقعة داخلية. تورك اكثر حطيت فل تورك زين. الحين عندنا جنطه الاي ار بي هي فيها كل معدات الانقاذ. خلينا نجرب الملواكي. جرب بدون ليت اللي براسك لو سمحت. جرب الملواكي ما جرب الديوار. هذا القديم ولا الجديد؟ جديد 1000 هذا 600 2000 جربناه هذا بسنتر من الزرقاء اعلى تورك بالعالم. شنو؟ اعلى تورك بالعالم كدرل يدوي هذا النسخه بوقتها. الحين نزل وصلوا اعلى اقوى الحين اليوم وصلوا اعلى. يمكن باقي صامولة اليوم. وين انت قاعد تتحدث؟ من وين؟ من الربع الخالي. طول من الرجاء. طيب دقيقه يا ابو الغالي. السلام عليكم. كيف الحال؟ فهد من الكويت. الله يسلمك. نعم حالك. ما عليك زود. نعم حالك. ما عليك زود. يا هلا فيك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله الله يسعدكم. ما يحتاج ما بشك. الله يسعدكم.
الله يبزيك. لكن قلتوا برنامج عندكم ما ودنا والله خرب عليكم اللي الله يبزيك. لو تعلمنا الديرة حقتكم ومنطقتكم ومن أي القبائل عشان بس التوفيق. أنا من رجال العفار طبعاً كهربة الغافة. ونعم. الغافة من بينكم 70 كيلو ما هي بعيد. وهذه من الحيط طال عمرك. حد. وعلويها طال عمرك رملة الغافة وعلويها من زمو من علوي. الله. الغافة؟ نعم رملة الغافة. صوب أم الزمون. نعم. إياها كلها رمة الغافة من أم الزمون إلى أم الحيش هذه رمة الغافة. نعم. ما شاء الله. ونعم والله ونعم. سالم سعيد. سالم سعيد هو طيب بس. عن الربع. أصحاب خير. لا طيب. دوال عدل وياه. ها تب. عادة في المعارف لا. إي في المعارف. حاتم على قلمة عمر جيت طلع هذا رقباق الله ها هذا رقباق تديره عارف بالله جيت معها كم والله ما راح والله لا هذا كنت بصرف حقكم خش قرب ولا دروب والله عزم عزيبنا والله اللي ما خلوا علينا قاص قرب ولا دروب وقرب ولا عبات الريع وكل التجارب الله يعزب امين يا رب امين هذاك ايش اسمه الدرب ذاك؟ هذاك اسمه قلمة الصبيات يخطف عليه الصبيات وثم يخطف على قلمة عمارة ثم طال عمرك يرد الصبيات يلقط الصبيات اللي بين الحديث تباري الحد اثنين قعد كبار الله الله اللي يبغى يباريهن يمد 50 كيلو ويحوط منهن اللي يبغى يشق الشقة طال عمرك 50 كيلو يباريهن واللي يبغى يختصر قعد هل قعد احنا بين قعد نعم هل ادرك قدوه عام 18 19 طيب ممكن انا اخذ الله بغينا نروح طال عمرك عندنا نسبه هذا الزفر الله يبارك فيك والله صادق والله يعني مخبار طيبكم طيب والله في الحوات الغانمه كلهم جميع يا حبيبي الله يجزاك لزوم ولا شيء ترى يفرحنا شيء ذا يفرحنا كاكم انتوا اللي خادمين الله يكرمك ما من خادمين وقفيت وكفيت ما سوينا شيء كم حق واجب ما اكثر من طالع من يسمع وانتم مستلمين المنطقه هذه يا ابو شو اسم الولد ابو ناصر طال عمرك ابو ناصر نعم مستلمينها من عرده هذه الغافه نعم يا رب دخلنا بداهيله ما نقطع لا اقصد السلام عليكم. السلام حياكم الله جميعا. كيف الحال يا شباب؟ طول عمرك عساك طيب. ترى نبيكم تعشون معنا. طول عمرك. والله عاد لنا شيبان حلوه ولازم حنا عندنا شيبان نبات. ونعم. انتم اهل ديره وقاعدين ايش معك؟ الله يعزك وانتم اهل ديره. تعشوا. الله يبارك. نسمر نشرب الشاي. حنا ما تعتونا في اللي في خاطرنا. المرة الثانية ما حم خليكم هالمرة بركبونها كفيت وفيت ما قصصت لك المرة الثانية ما محمد يغطي الزيارة السلام عليكم موجود موجود هذا موجود ما قصص التغطية أسيك تنزل في قناتك الحين شو كلامك نزل إن شاء الله إن شاء الله حسين 70 نعم حالك ما عليك زود الكويت أنا ما لقاكم هذا فرحت ولا والله هذا اليوم من أم أسرة فرحتنا والله شوفت والله طول عمرك ذكريات ما تروح ذكر الله قاعد عندها الحبيب راح الناس شدوا تبعك هو عدين حيث راح وين عنده المدارس يجلسوا وين حاليا لا خلاص ايه وين يدرسون؟ كلهم يروح ديره يعني زي الخرخير بيجي لا لا بس هم الله يعلم ان يعني هم الحين بياسسون كلام قريب له ما له حتى يمكن ثلاث شهور والحين بياسسون مكان هم للاحسن طرفهم الحين المعازيب موعدينا بالاحسن قال احنا بنسوي لكم خدمات بنسوي لكم دنيا بنزين لكم مواد ما تصير تباعد نعم قال بتجوهم أيوة. انا سامع الكلام صاد صاد انا جيت دابلوت 37 والله 37 اي قالوا هالكلام هذا انه بيتبعون كلهم عند ام الزمون الظاهر أيوة. ولا لا اقرب شيء الله يعلم الله يعلم خدمات لكن تفيد العلم الطيب عشان المنفذ يعني بعيده الحين انت كلها بعيده على الحدود بعيده مره اذا سمعوا
افضل. لا ولا الخدمات مدارس مستشفيات خدمه كل شيء مقرب. نعم مزالت ما تقول متطلبات الحياة هذا الوقت غير متطلبات أول شيء بالنا شبابنا ما تفرق معهم معهم ما تفرق لك هنا ما عندنا أكثر من الابتدائية ما عندنا شيء عندنا ابتدائية متوسطة يروح يدرس عيال يدور له مكان واللي يبغى الجامعة يبغى يروح يدرس والعيال الوقت هذا وقت علم ما هو وقت هذه بتصير أفضل أفضل نعم ولكن أول زمان شبابنا ما تفرق معهم ما كان متطلبات زي متطلبات نحن في ذا الوقت وأنت أخبر منا الحين متطلبات هذا الوقت ما متطلبات الأولين متطلباتهم البسيطة الانتخابية الحين فيه جامعات مستقبل شباب صح ضايف الله يعز دولتنا والله أن نقلات نوعية تحسن الحمد لله هذه نعمة وفضل والله استحق شكر هذه نعمة كبيرة لا دولتنا وحنا كل عام وحنا في نقلة نوعية كل عام وحنا في نقلة نوعية والله من أي والله هذا والله من طيب رؤوس معازيبنا وحكومتنا الرشيدة وبعد نظرها والله يحفون الناس على العلوم الطيبة يحفون الناس على طال عمرك الشيء اللي يزيدهم تطور ويزيدهم طال عمرك تقدم وهذا الحمد لله. احنا بغيتوا عردة يجونها مع عرض من الشبيطة ولا من والله لنا أكثر من طريق بالنسبة لنا احنا ما لنا طريق معين لا الأفضل هذه الأفضل الحين هذه السيارات الكبيرة والسيارات الاسم هذه نعمة هذه هي نعمة طيب ما كنا نعرف اللي مع الضعيف واللي من فوق لا ولا ربي بعد كلمة عمر وجهة صالحة ما في زفلت 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 ما في فين ملك؟ والله لا وصلت ولا هنكم تعين وما تعين تدينا ملك هذه كلمة طالعوك بين قعد وطيبة طيبة اللي فيها نخل لا 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 في مكان في نخل جاب واحد صور لا هذه قصتك محروقة شدوا على سالفة لا مين محروقة دليلة لا نخل كذا مين بيض اللحية ما يا ابوه قلمة طيبة بس ما الماء فيها شغال نعم موجودة يعني ولا سكرت هي استوت بين ورا شيبة ورا شيبة صار الحين شيبة صارت حبوب ما عاد حد يقدر يدخل فيها ما عاد تقدر هناك محظورة محظورة وصارت زي ما تقول شيبة بترولية منطقة بترولية نعم من أول قبل ما تصير يا مرحبا والله سعيدة والله أنك والله الله يسعدك لقيناك بخير أتمنى سعادة فرص أبرك الساعات سلم عليك كثير السلام الله يسلمك ينقصكم شيء الله يكرم طول عمرك يا مرحبا والله ما شاء الله صفه انت صف رابع ما شاء الله ان شاء الله تجي تدرس عندي بقسم ادرسك ان شاء الله شفت ترى حار ثم عادي عادي متعودين على الحر شفت شلون ثم لا طلع لما طلع تركب معي الشاص ونروح لما النفود اللي عندنا ايام القصير صح اول مره في حياتي رحت نفود بس في العروق طعس لا ما شاء الله احنا اجي انا اساعدكم محمد الله لا اله الا هو حاط رايه الكرسي بس بسمع نفسها يا الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليه المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ما شاء الله ما شاء الله الله يحفظ
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله يوفقه ويبارك ما شاء الله هذا يمكم ان شاء الله باذن الله نشوف اي مسجد ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ونعم والله ونعم الله يحفظكم الله يسلمك ويخليك وياك ان شاء الله ان شاء الله عليك والعافيه طول عمرك والله ما بنعجل الا لكن عندنا اشغال ونقابل وضع الله يوفقك بيض وجيه ما قصر والله شرفنا والله نورتونا وشرفتونا يا حبيبي الله يطول عمرك وانتم وانتم والله العظيم بيض الله اخوان ما يحتاج والله الله يسعدكم الله يسعدكم الله يحفظكم حياك سلامتكم الله يحفظكم حياك الله يحفظكم الله يكثر خيركم والله ما يحكم حكم القعدان افضل من كذا والله عليكم كثر خيركم ويظل واجهك هات 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 الله يكثر خيركم والله ما يحكم بدنا حكم القعدان ويظل واجهك ويظل واجهك ما تكون جيب سكر سكر حصل عليهم اجيب حبل له الله يكثر خيركم والله ما يحكم حبل يا ابو يا مال البنات وليسر الله يغنيك وكثر خير والله ما بحكم انا والله انا متكلم من قعدان والله والله كثر خير اتفلف عليكم ما قصرتوا بيض الله وجيكم وجمع الله حالكم والله انكم احسنون بكرمكم والله الله جزاهم خير زمونا على العشاء اول شيء واعتذرنا قلنا لهم عندنا برنامج قالوا تاخذون الذبيحه هم قلنا لهم عندنا والخير واصل عزمناهم عندنا ولكن يابوا الذبيحه الله يجزاهم خير. سواكني هذا ذنبه طويل. صح سواكني فعلا. اي وفي غنم نعمان بعد. ايوه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اول واحد. وانتهت الطبخه عند ابو احمد. اهلا بالحبيب. عاش 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 والله. عاش من قال. شربت طبور شربت العدس. العدس. يلا يلا. شكران. اي بالدور يا شباب بالدور مع العافية ابشر 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 برحبوا والله باقي من ابو محمد ايش زيادة بعد سوف هذا تزريق شعلي مو ثلاث صبات ابو محمد هذا جابها لك ابو تميم شعلي لا تنسانا الشعلي هات 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 يا شعلي سلام الله يسلمك عاد ما فيها حليب لا تنسانا الشعلي يعني بس بيحط لك كم واحدة كم واحدة يحط لك سلام يا سلام عليك يا شعلي شغل خذها خذها انا اوزع انا اوزع شوربه العجس بس الله يعطيك العافيه هاني 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 بريال بريال يلا يلا هياك هذه شوربه ايوه بس هذه لابو صقر بريال بس الله يعافيك بريال حار هذا ريال كسات ابو احمد حلو العدس ما احتاج سلام جيب لي الكسات اصفها لك اسرع عاش من قال بس ابو محمد لا تحط له اكثر هلا والله خلف الكواليس ما حد يدري والله واضحه لا اول شيء انت ما انا ابيه اللي بيعطي ابو احمد تشيلات راح انت عشان عندنا خلف الكواليس ايه اطنا اطنا شوف كم تشيله ثانيه اي حق مين وهذه ثانيه لا 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 باقي تفضل بس باقي اذا اشوف خلف الكواليس حق لا بس خلاص خلاص طب ساعه خلص عاد الشباب يلا عاد اطب احمد يلا بسم الله اي ولا كمل ترى جايين بسم الله اي ولا نكمل قال لنا ما بلمكم بس تكفى عشان ياخذون الشباب الى العطنا عشان ما نكمل على كل وصاد كل الناس ياكلوا الطباخ يا من الغنات يا من الغنات وليسر عشت عشت الله يكثر خيرك ابو عندك مره طيب ملعقه واحده بس ما هو عشان يحصل ولا خلصوا خلصوا باقي شربت عدس باقي حبتين صح علمي. هلا والله هلا خطاك السو يا ابو محمد وتواجه ان شاء الله ما في الا عندنا جنبين اي فلت من محله زين والحين ان شاء الله هم نحط له جنبين ثاني ما عندنا موجود بس بطلع احد السيارات بنركب له او انه الجاي لا يفلت علينا نلبطه بسبته ايه وان شاء الله الامور تزين ان شاء الله باذن الله
هلا شوفوا الشيك والله سياره الرجال الحمد لله. احنا ضرب هذا وشفت الثانيين يلعب صح ولا لا؟ الله. نفس اللعبه ما شاء الله بنوره دبل سيست وياي منافي ما شاء الله ما شاء الله تبارك ثلاث ترى ما يحتاج مساعد واحد يكفي الحين عندنا عندي واحد فاضي مربع فاضي وعنده هو واحد فيصل ونفضي الحين اثنين تصير اربع لا خذ من هذه السلام عليكم هلا بسعود داهمتنا يا شيخ هلا بسعود هلا بنايم يلا حي شو الشغل يا اخوي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله نشوف ايوه طلع المواهب شغل طلع المواهب طلع اخوي مو كلتي عندنا المطلق طالع شعلي شعلي الحين انا قلت غيرت الادوار ما اقدر اسوي الحين انت قاعد طالع انا بطالع واروح انام لا تنوم والله شيخ كمي راح انام ليش تنام؟ لا يا اخي ما راح انام راح انطر يخلص الحمام بنايف مراقبه من بعيد قاعد يطالع توجيهات بنايف اي قاعد يطالع بس شراب يا محمد كيف والله كيف هلا ابوي الله ما شاء الله تعرف ايش علي؟ شوف الحركة شوف سعود اقلب شنو هذه الحركة بسعود؟ تقليب صعب الملاس ما يجيب شيء كل شيء كل ايش يقول هذاك اللي يقول كل من حولي يذكرني بشيء اي كل شيء حولي يذكرني بشيء هذا شغل هذا مو نفس ملاسنا نفس ملاسنا انا قاعد اقول لك اشوف المثل مدري الاغنية حقي شوف انا شايف هذا يا مرحبا هذا من راسنا ايش عندك؟ عندي شوف عينك افتح حلقه طال فاتك تقريبا هذه فعاليات تركيب المساعد تثبيط المكان يا هلا كلوني بالوقت يا ابو يا اخوي شنو هالفلفل اللي حاطه فك لهم سالفه فك لهم سالفه قاعد احاول اول رحله نستحي اول رحله يا شباب بعد اذنكم سم استريح نشيل يعني هذه لا 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 تشيل لا لا لسه لا تلمح لي باقي نص ساعه من الان لا شيء ان شاء الله ساعه تصبحون ان شاء الله الفرق بين لا 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 قاعد يا ابو عبد الرحمن ان شاء الله الفرق بين ابليس والشيطان ترى سؤال جدي والله ما نعرف وش الفرق بين ابليس والشيطان انا كان ودي المجموعه كلهم موجودين وش الفرق بين الانسان وبني ادم لا تسالني بسؤال نعم هذه ما نبيها والله اي والله تصدق جاوبك نفس السؤال لا ما نبغى احنا نبغى اللي يستفيد منها الكبير والصغير ما لازمك تقول تبون دجاج ولا لحم لا ما عندنا دجاج بيني وبينك انا نفس عشنا الحين انا نفس عشيتنا قال قام يقول ها وش الصبر حي جزاك الله خير وش نتصرف تنامون وجبانين لا وجبانين ايه يعني تنامون جعان عسلانين ممكن توضيح شنو يعني وجبانين؟ وجبانين يعني تنام وانت وجبان يعني ما اكلت شيء. لا والله ابي انام وانا شبعان. ما شاء الله ما شاء الله. هذا الحمام. ايه يا سلام. اعطيه تقميره واعطيناه اول شوي بس نعطي نزيد عليه. يا سلام عليك. بسم الله. ما شاء الله. فرن طبيعي. يا جماعه اجلسوا هنا. سلام يا اخوان شوف توليف طبعا بس عاد ماشي الحال الشغل عدل ها ما شاء الله 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 أهلا. لا 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 اصبر عليه يا اخوي اصبر عليه يا اخوي ما
شكله يعان اكثر مني. ما شاء الله ايش فيه؟ تبارك الرحمن. اي ما شاء الله تبارك الله. وين كتمك يا ابو؟ شوف اللي يطالعون هني مدمجين. لا كتمت انا. مساعد ابو سعود بس. السلام عليك. سلام يا ابو سعود. عيش. توجيهاته انت الكل بالكل. من خلف الكواليس يا ابو عبد الرحمن. وين ابو فيصل؟ بس خلاص هذا اخوي الكبير. الله اكبر. ريعانين اشغلتنا ابو اخوك ها احس عزم صوتي قال حق اخوي الكبير وحق اخوي عشان يخليني بكره اسوق عشان شنو اخليه بكره خليني اسوق خليه يسوق يسوق عبالي تصورني جاي بعزز لك عشان يخليني اسوق انت ماسك للحين بالربع الخامس اي يدفع عني كمان يلا يا ربع لا يستاهل ابو نايف يستاهل حركه الرجال خلاص بيصيني يا انا قول لي بس يعني انطر الصينية انا يلا يا شباب يلا خلاص يا شباب تعشوا يا شباب تعشوا هذا الدجاج ولا الحمام هذا الدجاج خطط لازم تسوي خطط مع اي طباخ تبي تنجح تسوي خطة مع طباخ ايش ها هي الحين دي صحن خامس هذا حق الطباخ حباحر هذا حق الشعبي سمو اللي جاه الصحن يسمي يلا خلاص خلي باقي للصحن السلام عليك يلا 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 يا اخوي بسم الله عاش والله عيش الدوم يا ابو محمد الله يجعله بالعافيه والله الله يعافيك تسلم الايادي يسلمكم والله خلاص الصحن الاخير بس في صحن بعد صح الحمام ما ادري ثاني هنا بالعافيه يا شباب بالعافيه يلا ابو محمد